قرر النائب العام المصري حبس الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك لمدة 15 يوما في إطار التحقيقات الجارية في الاعتداءات على المتظاهرين خلال الثورة المصرية التي نجحت في إسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك والعديد من الشخصيات السياسية المحيطة به. نتابع من خلال هذا التقرير ردة فعل المواطن المصري على هذا الإجراء من خلال مقابلات ميدانية أجراها مراسلنا في القاهرة محمد الهامي. نعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أنها جاءت متأخرة، ونعتبر أن يعني حبس رأس النظام واللهم لا شماتة، لكن هذا بداية استعادة الشعب المصري لقدرته على مواجهة كل فلول وزيول النظام طالما أننا استطعنا حبس رأس النظام. القرار يأتي بعد الأدلة التي حصلت عليها نيابة العامة في المرحلة الأولى من التحقيقات والتي تتعلق أيضا بإهدار المال العام. ترحيب شعبي بقرار حبس الرئيس السابق ونجليه وسط مطالبات بمحاكمات سريعة وعاجلة لما يعتبره المصريون إفسادا سياسيا دأب عليه النظام السابق. محمد إلهامي، يورو نيوز، القاهرة.